أكدت عملية التصويت لجولة الإعادة للانتخابات النيابية والتي جرت بمقر البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج أكدت على نجاح الجهود التنظيمية من خلال تسهيل عملية الاقتراع في 37 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم. وكانت عملية الاقتراع بدأت في الساعة 8 صباحا واستمرت إلى الساعة 8 مساء حتى أغلقت صناديق الاقتراع بحسب التوقيت المحلي لبلد البعثة. وقد بدأت عملية التصويت في سفارة البحرين في اليابان وانتهت في سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حرصت وزارة الخارجية على بذل كافة الجهود اللازمة تسهيل عملية الاقتراع في الخارج تأكيدا لأهمية المشاركة الفعالة في جولة الإعادة لانتخابات الفصل التشريعي السادس، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة للعمليات بمقر الوزارة للإشراف والمتابعة على سير العملية الانتخابية بكل سهولة في جميع مقار البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، حيث تم تزويد هذه الغرفة بشاشات تنقل وقائع عملية الاقتراع في أجواء تكفل النزاهة والشفافية.